ايه اللي مصحيكي لغايه دلوقتي؟ مش جاي لي نوم. بالك مخطوف يا حبيبتي؟ مالك؟ انت تعبانه؟ متضايقه شويه. من ايه؟ من الناس بقت تجيب في سيرتنا. الناس بتجيب في سيرتنا؟ بيقولوا ازاي نعيش مع راجل غريب؟ مش هما برضو اللي ما كانش عاجبهم اننا عايشين لوحدينا؟ خليهم بقى يقولوا اللي يقولوه. يمكن ما يهمكيش الناس دي. طب انا؟ انا كمان ما يهمكيش؟ قصدك ايه؟ لما تلاقيني متضايقه من حاجه بيتهيألي يهمك. طبعا يا حبيبتي. ماما انا مش قادره استحمل القرف اللي احنا فيه ده. قرف ايه يا سلمى؟ وطي صوتك شويه، عمتك تصحى. عمتي؟ عمتي عند البيت اللي بره. حسن يا خولي. بغير يا حسن، بغير يا حسن. ولما بغير ما بعرفش اتكلم على كتفي يا حسن. وفاء، انا ما كانش جايلي نوم وحسن كان صاحي، قعدنا نتكلم شويه. اسمعيني وفاء، انا بحبك، بحبك وعايز اتجوزك. سلمى انا عمال ادور عليك. كويس انك انت لوحدك. اول هام انا زعلان انك انت حزينه كده، ولو في حاجه مضايقاكي انا هصلح كل حاجه. رد عليا يا سلمى. مش عايزه حاجه من حد، سيبوني في حالي. أنا مش حلو كده، احنا لازم نتكلم مع بعض، لازم نتفاهم.
انتم مش شايفين حالة الأرض بقت عاملة إزاي؟ المجهود اللي بنعمله كله هروح حاضر كده. أنا بكلم روحي ولا إيه؟ إيه ما تتكلموا؟ هنفضل عايشين في الغم ده؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب. يا إخواننا مش مهم نبقى متفقين ولا مختلفين، المهم إن إحنا نتكلم وشوية شوية كل حاجة هتتصلح. كل شيء هيبقى كويس وهنستريح لما نرجع نحب بعض احنا الاربعه زي الاول عشان نحقق حلمنا والا نبقى اغبياء لو ضيعناه. كل حاجة واخدها لنفسك، فضلت تلعبي على أخويا لحد ما اتجوزتيه ودلوقتي بتلعبي على حسن، ده معنى إيه؟ قلتلك هو اللي طلب الجواز يا عزة. مش ده المهم. أمال إيه؟ فأنا محتاجة لحسن أكتر منك، مش عندك بنتك. حسن عبد الحنان بعد كده ماشي واخد شنطته وماشي. مش عارف ان انت اللي تسببت في كل ده. انا مش هبرر اي حاجة. احنا خلاص انتهينا. انتهينا؟ انت مش قلت لي ان كل اللي تتمناه انك تشوفني سعيدة وانك هتفضل جنبي على طول؟ ايوه، ومفيش حاجة تانية تهمني غير كده. انا حياتي من غيرك ولا حاجة. طب ليه تمشي من هنا؟ ليه تسيبني؟ انت مش عارف المسألة دي هتقلمني قد ايه. انت فاكرة ان انا مش هتقلم اكتر منك، بس اللي حصل ده ممكن يحصل اسوأ منه. طب ما هو ممكن كل حاجة تتصلح زي ما انت قلت، بس ارجوك يا حسن ما تعملش فيا كده. انت ما تصورش اما تخيل انك هتبعد عني انا بترعب.